الكويت ممثلة بقيادتها وشعبها وأميرها بألف خير إن شاء الله باسم رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الأهلية سعادة الدكتور ماهر الحوراني وباسم رئيس الجامعة وعمداء الكليات أرحب بأهالي الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة وأبنائهم كما أرحب بأعضاء الجالية الأردنية وأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين فرع الكويت الذين ساهموا في تنظيم هذا الاحتفال كما يسعدني ويشرفني أن يكون بيننا عضو اتحاد المهندسين العرب الدكتور المهندس علي الشمري فأهلا وسهلا إنها مناسبة عزيزة تتبعها إدارة الجامعة في أول جامعة خاصة في الأردن والشرق الأوسط والتي تأسست عام 1990 إنها جامعة عمان الأهلية تقوم بتكريم طلبتنا الناجحين الأوائل في الثانوية العامة في دولة الكويت وإن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام الجامعة والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الجامعة والتي يقودها الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين إن جامعة عمان الأهلية هي رائدة التعليم الخاص في الأردن والدول العربية وهي معتمدة اعتماداً عاماً وخاصاً لدى وزارة التعليم العالي الأردنية وهي عضو اتحاد الجامعات العربية وعضو اتحاد الجامعات الإسلامية وعضو اتحاد الجامعات العالمي وهذه العضوية فرضت على الجامعة مواكبة التطور السريع في مجال التعليم والتعلم وساهم في بروز مركز الجامعة في التصنيفات الدولية ولقد تطورت الأقسام الأكاديمية تطوراً ملحوظاً حيث تقدم الجامعة 30 برنامجاً في درجة البكالوريوس بالإضافة إلى 8 برامج في درجة الماجستير كذلك البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية هو أحد ركائز الفلسفة الخاصة بجامعة عمان الأهلية وذلك للتطوير فبرنامج الماجستير الـMBA هو برنامج مشترك مع جامعة هيو بوت وات أدنبرا اسكتلندا أحد أنجح البرامج في الدراسات العليا وقامت الجامعة باستحداث تخصصات جديدة بناء على ما يحتاجه سوق العمل ومنها تخصص التربية الرياضية الصحية والذي يعمل على تأهيل مدربين متخصصين في برامج اللياقة البدنية وتأهيل العلاج الرياضي وكذلك التخصص القادم هو تخصص الوسائط المتعددة مالتي ميديا البكالوريوس وبرنامج الدكتوراه في الحقوق أو القانون إن حصول كلية الهندسة بأقسامها الخمسة المختلفة الحاسوب والاتصالات والطبية والمدنية والكهربائية على ثقة واعتماد نقابة المهندسين الكويتيين واتحاد المهندسين العرب ووزارة التعليم العالي الكويتية وبرنامج الأيبت الأمريكي هو مفتاح النجاح والتقدم لما له أثر في تعزيز قدرات الطالب العلمية والتدريبية ليعطيه ويقدم له مفتاح المستقبل ومن الخدمات التي توفرها الجامعة لطالباتها الملتحقات السكن الداخلي والذي يعد من أفضل وأرقى وأأمن السكنات الموجودة في الجامعات الأردنية ويضاف إلى ذلك البرنامج الترفيهي والذي يقوم فيه مجمع الأرينا الرياضي الثقافي الاجتماعي والذي يضم المسرح الرئيسي وهو مسرح الأرينا وذلك لتلبية حاجات الطلبة مما يدفعهم إلى التفوق والتميز أثناء دراستهم إن جامعة عمان الأهلية حاصلة على علامة الجودة وشهادة الآيزو 9001 على 2015 هو تميز جامعة عمان الأهلية بالتنوع الثقافي والحضاري بين طلبتها وذلك بوجود أكثر من 30 جنسية مختلفة من كل قارات العالم ودليل ذلك أن نسبة طلبة الأجانب هو يقارب 40% من مجموع الطلبة
وذلك بسبب الخدمات العالمية التي تقدمها الجامعة على مستوى المختبرات، فكلية الصيدلة والتمريض والسمع والنطق والبصريات، وأحدث المختبرات في كلية الاي تي أو تقنية المعلومات، تستخدم أحدث الأنظمة الذكية لتعليم الطلاب. وتم افتتاح هذا العام أول مركز في المملكة الهاشمية، وهو مركز التعليم والتعلم، والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات الأردنية. وأخيراً وليس آخراً، أتمنى رؤيتكم في جامعة عمان الأهلية لكي تشاهدوا بأنفسكم التطور الأكاديمي والعلمي والرياضي والثقافي والفني الذي تسعى إليه الجامعة للتميز عن أي جامعة أخرى. متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. طبعاً سنتواجد لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد في مكتب مؤسسة مكاوي للشؤون الجامعيين الكائن في شارع عبد الله الأحمد مقابل مستشفى الأميري مجمع السنابل الدور ميزانين 1. نكون هناك إن شاء الله لتقديم الاستشارات التعليمية وتسجيل الطلبات على الالتحاق بجميع التخصصات. وكل عام وأنتم بخير، ونراكم العام الدراسي القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بلاد العز يا أطهر بلاد، في جبينك عز وأمجاد وبطولة، يا وطنا للشعب حققت المراد، يا وطنا لك شعب هائم في ميولة، وله أمير في قلوب الشعب ساد، يكتب التاريخ عنه أعذب فصولة. نعم، إنها الكويت وطن العز وطن النهار، بقيادة أميرها العظيم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ونقاوة وحب شعبها الطيب الأصيل. كلمة المهندس الدكتور علي الشمري عن اتحاد المهندسين العرب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نبارك لكم هذه الليالي المباركة، ونبارك هذا التآخي بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة حضرة صاحب السمو وجلالة الملك، ونبارك لأبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة. اليوم نجتمع كعادتنا كل سنة في حفل تكريم أوائل أو خريجي الثانوية العامة من الجالية الأردنية. نتكلم اليوم في إنجازات قامت بها بالتعاون مع جهات مختلفة جامعة عمان الأهلية. من هذه الإنجازات الحصول على اعتماد اتحاد المهندسين العرب، لجنة التعليم الهندسي، للبرامج الهندسية التي تقدمها الجامعة للسنوات القادمة وللسنوات 3 الماضية، وهذا الإنجاز بمثابة جهود مضنية كانت قامت بها الجامعة ولجنة التعليم الهندسي. أتوجه بكلمات بسيطة إلى الخريجين أبنائنا أبناء الطلبة، عندما تختارون تخصص يجب أن يكون هاجسكم 3 نقاط. النقطة الأولى موائمة هذا التخصص لرغباتكم. النقطة الثانية احتياجات سوق العمل، يجب أن نركز على احتياجات سوق العمل. النقطة الثالثة الاعتماد في المؤسسات المختصة، سواء الاعتماد في وزارة التعليم العالي الكويتية، وزارة التعليم العالي الأردنية، في النقابات وفي الجمعيات ذات الصلة، هذا أهم شيء يكون في الموضوع. بالنسبة للتخصصات الهندسية فهي معتمدة عندنا في دولة الكويت في وزارة التعليم العالي وجمعية المهندسين واتحاد المهندسين العرب، لا غبار على ذلك، ما عندنا مشاكل الآن. بالنسبة للتخصصات الأخرى هذا دوركم أنتم في البحث والاطلاع، والبحث سريع جدا، موقع وزارة التعليم العالي يفيدكم. أتوجه ببعض النصائح إلى أبنائي الطلبة. أنتم الآن في بداية السلم، فيجب أن نهتم في العلم.
أنا يعني ما بأقول هذه شهادتي مجروحة في جامعة عمان الأهلية، ولكني فعلا وجدت في جامعة عمان الأهلية بيئة تعليمية ممتازة وصالحة لمواصلة التعليم الجامعي. نصيحتي نركز على التخصصات التالية ولا أهمل التخصصات الأخرى. التخصصات كلها إن شاء الله في عمان الأهلية ذات جودة عالية، ولكن أنا أربطها في سوق العمل. تخصصات الصيدلة، تخصصات التمريض، تخصصات الاحتياجات الخاصة، تخصصات التربية في التخصصات العلمية سواء مدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من التخصصات، تخصصات اللغات، اللغة الإنجليزية عندنا احتياجات في سوق العمل، وأيضا التخصصات الهندسية وبالأخص التخصصات الهندسية التقليدية، الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية بفروعها المختلفة والهندسة الميكانيكية. ولا أغفل، يجب أن أشيد، يعني هذه شهادة للتاريخ، أني وجدت في كلية العمارة في عمان الأهلية بيئة جدا ممتازة، واطلعنا عن قرب، وكانوا الناس القائمين الأكاديميين زملائنا القائمين على هذه الكلية يبذلون الجهود المضنية في إنجاح البرنامج الهندسي في تخصص العمارة. ولكن تخصص العمارة يحتاج ناس موهوبين، يحتاج طلاب يقومون بالجهد المناسب ويقابلون ما توفره لهم الجامعة من إمكانيات بعمل مضني. في الختام أتوجه بالشكر إلى رئيس المجموعة الدكتور باهر الحوراني، وإلى الرئيس السابق رئيس الجامعة الدكتور صادق حامد، وجدت إنسانا مخلصا في العمل ومجدا، وهذا لا ينقص من زملائنا الحاليين سواء الدكتور يحيى داود أو الفريق المعاون، وإن شاء الله نتمنى لكم مستقبلا باهرا بإذن الله. صدقت حيدر محمود عندما قلت اردنوا أرض العزم أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبا، في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشوق الصبا، فرضت على الدنيا البطولة مشتهى، وعليك دينا لا يخان ومذهبا، فعرفتها وعرفت نشأة أمتي، ضربت على شرفي فطابت مضربا. كلمة أمين عام الجالية الأردنية بدولة الكويت السيد نبيل عبد الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بجميع الحضور. حقيقة يعني أود أن تكون كلمتي ارتجالية، وأشكر نقابة المهندسين الأردنيين فرع دولة الكويت على هذا التكريم، بمشاركة جامعة عمان الأهلية. وحقيقة أول ما دخلت القاعة فعلا عادت فيه الذكريات عندما تخرجت من الثانوية العامة أيضا في دولة الكويت، وكان وكيف كنت أشعر بالشو اللي بدي أدرسه والتشتت اللي الطالب بيكون فيه، وأنا فعلا الآن بشعر بما تشعرون فيه بالضبط. مهم جدا الطالب طبعا لما ينتقي دراسته إنه تكون يعني محببة له، يعني حابب يدرس هالشيء. إذا لم يكن في باله دراسة معينة، أنا بكلم الطلبة اللي مو محدد إشي معين، بتمنى إنه تكون دراسته أو ما يختاره للدراسة فعلا شيء بحبه، لأنه الشهادة الجامعية أنا بعتبرها هي فترة يمر فيها الطالب لكي يكتسب خبرات ويكون جاهز لما يدخل المرحلة العملية أو يحصل على عمل. بتمنى إنه الإنسان أو الطالب اللي مو عارف شو اللي بده يدرسه يدرس أي شيء يعني بحبه، يكون فعلاً إنه ممكن يبدع فيه في المستقبل. وما بعد ذلك دائماً أين يعمل؟ إذا عمل الطالب في مكان أو اختار مكان العمل، يجب أن يختار مكان إنه ممكن أن يبدع فيه. يعني ممكن تعمل في شركة كبيرة ولكن تكون محدود فيها، ما في تطور.
فدائما الانسان انا يمكن بستبق انه ان شاء الله تكونوا اخترتوا شو بدكم تدرسوا، وبعد هيك لما تيجي تشتغل دائما تفكر في المكان اللي بدك تشتغل فيه يكون فعلا مكان ممكن تبدع فيه، ممكن تتطور فيه، هذا الاهم. واتمنى للجميع التوفيق، واشكر نقابه المهندسين الاردنيين اللي اتاحوا لي الفرصه اني اكون متواجد معكم، وانتم فعلا فخر ان ابناء الجاليه الاردنيه في الكويت اللي بيحصلوا على مجاميع ممتازه. دائما ابناء الجاليه في الكويت مختلفين عن غيرهم من ابناء الجاليات الاردنيه في الدول الباقيه. كل التوفيق لكم ونتمنى لكم الخير، وشكرا، شكرا للجميع. بعد الجد والكفاح لابد أن ننال ما كنا نسعى إليه، ومن ضمن أهدافنا النجاح والتخرج، وها هي العبارات أنثرها بين أيديكم لعل وعسى أن تنال إعجابكم، وها هي العبارات التي ستنثرها بين أيديكم الطالبة رغد حسين صيام نيابة عن زملائها وزميلاتها الخريجين. فالنجاح اليوم هو سمة المتفوقين، وهم اليوم أنجح الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على خير الأنام سيد الورى وخير من وطأت قدميه الشريفتين الثرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية مني تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فسلاما رقيقا وحبا عميقا وترحيبا أنيقا لنقابة المهندسين الأردنيين وراعي الحفل جامعة عمان الأهلية. إخواني الطلبة، أخوات الطالبات، أيها الحضور الكريم، فإنه لمن دواعي سروري ومما يزيدني شرفا وفخرا أن ألقي هذه الكلمة، كلمة المتفوقين، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخوات الطلبة، معبرة فيها ومترجمة كل معاني الشكر وعظيم الامتنان